بالظبط كده. من المره اللي فاتت كنا بدانا في اللور جي اي تي ديزوردرز وبدانا بالكونستيبيشن، كان الموضوع ايه يعني متصعب قوي عليه. المره دي بقى هسهلها خالص. هنتكلم على الدايريا، هنخش على طول في الاسئله. اول سؤال بيقول لي وات از دايريا؟ نعرف الدايريا امتى اعتبرها كرونيك؟ ايه هي الكوز بتاع الكرونيك دايريا؟ وامتى اقول لازم اريفير للفيزيشن؟ ما ينفعش ادي اوت تي للفيزيشن. هي الدايريا اسهل increase in frequency و looseness of stools. الستول في ال large intestine بيحصل منه absorption للwater. لما الwater دي محصلهاش absorption هو ده اللي بيكفر الفوليوم بتاع الستول ويخليه water. الفوليوم بتاعه بيزيد من بيزيد يوصل 60% 90% اسهل. 70 صوته؟ يعني هنا ده في النورمال، ده اللارج انتستين، ده الفيكا ماتر المعديه وبيحصل لها ادوبشن للمور. في الدايريا لاكثر من سبب الفيكا ماتر بتعدي والادوبشن اقل، يا اما مثلا موتيليتي زياده بتمشي بسرعه مش بيحصل مش بتلحق المايه تمتص، يا اما في دامج للمور للسيستم مش عارفه تمتص المايه كويس. الكلام ده هنتكلم عليه بعد كده. اول دراج موجود اوزموتيك دايريا، الدراج الموجود جوه بيسحب المايه بدل يحصل سكريشن بدل ادوبشن. انت ماكرونيك، ماكرونيك لما تلاقي نفسك قاعد على التواليت اسبوعين ومش قادر تقوم. اسباب ممكن تبقى ايه؟ فاضلكوا قصدي اقول لكم حسب الاوريجن بقول انت اكيوت دايريا لو استمرت من يومين لثلاثه ماكسيمم 2 ويكس، ده دي بسميها ايه؟ استمرت اكتر من 2 ويكس الحاله دي ماكرونيك دايريا. اسباب ممكن تبقى ايه؟ بروتوزوال انفكشن، اميبا، فود انديوز دايريا، ده لاكتوز انتولرنس ياخدوا ميل وعندهم لاكتوز انتولرنس يحصل دايريا، ريتم الباوس سندروم، مال ابسوربشن سندروم، بانكرياتيك ديزيز، وهايبر ثايرويدزم، دي الموتيف بتاع الانتستين. امتى بقى تروح للدكتور؟ لو عندك اتكلمنا شويه عن مال ابسوربشن. لا اتكلمنا عشان نلحق. سمعت عن حاجه طب اسمها لاكتوز انتولرنس؟ ما انا قلت لاكتوز بس في الفود ديوت يعني مفيش لاكتيز فاللاكتوز نفسه شوجر اوتوماتيك فبيعمل سكريشن الووتر من الفود. يعني ممكن المراه بتوبشن سندروم يعمل لي دايت تمام؟ زي في حاله اسمها لاكتوز انتولرنس هنتكلم عنها. وفي كمان حاجه ثانيه لو في تيومر في البنكرياس او بنكرياتايتس فبالتالي بالظبط ايه اللي بيحصل؟ البنكرياس بيفرز لي انزيم مهم جدا في عمليه الهضم اللي هو ايه؟ البنكرياس بيفرز ايه؟ ان هضم الدارت او فاتس لايبيتس ان ضعف. وبالتالي لو حصل تيومر في البنكرياس او ديز اوزر هيقل سكريشن بتاع الماده. فالفاتس تبقى اندر جست تمام؟ اندر جست فاتس ازاي هنعمل دايريا؟ فالفاتس الان ابزورب دي هتعمل اوبليجيشن للطول لو تعمل الموضوع ده. امتى بقى تروح للدكتور؟ لو البيشنت الطفل اقل من 3 سنين لان الديهايدريشن عندهم بتبقى بتحصل بكل سهوله وخطر عليهم جدا وكلهم قد ايه؟ او لو مسن اكبر من 60 سنه وعشان اوريدي هيبقى عنده كونديشنز ثانيه. طبعا بالنسبه للبريجننت والبريست فيدنج لما يبقى زي بلاد وميوكس في الستول ده كده الدايريا هيبقى سيمتوم لمشكله ثانيه اكبر في الانتستين. انفكشن او انفيزيف انفكشن لو في بلاد بلاد تست. لو الحراره عالت عن 38 الديهيدريشن طبعا لو الديهيدريشن زادت عن خمسه يعني الوزن زاد عن 5% من البادي ويت ولو زادت عن 2 دايز كده مش هتبقى حاجه عابره تضطر تشوف الدكتور ولو حصل بومب. ممكن تقول لنا
diagnostic test ده ايه؟ زي stool culture، تشوف stool اذا كان فيه causative agents، بروتوزوا، بكتيريا، بان، blood test. يعني الستول لو فيه contamination هيشوف الاورجانيزم، تمام؟ طيب البلاد تيست هيكشف على ايه رايكم؟ هو ممكن لو فيه blood loss في مع يعني ممكن يعمل كومبليت بلاد كاونت او سي بي سي عشان يشوف فيه bleeding، فيه loss of blood. ايه تاني؟ ممكن يكشف عن الاورجانيزم في الستول او الانتيجنز بتاعته اللي موجوده، سوري الانتي بوديز بتاعته اللي موجوده في البلاد، تمام؟ ايه تاني؟ لو حصل كومبليكيشن من الدايريه بيحصل ايه؟ دي هايدريشن او الكترولايت امبالانس، فبيكشف عن الليفل بتاع الالكترولايت في البلاد، تمام؟ طيب المشكله ان الفود الرجي زي ما قلنا اللاكتوز، اللاكتوز باللبن، سيجمودوسكوبي وكولونوسكوبي. الفرق بين الاثنين الكولونوسكوبي بيشوف اللارج انتستين كلها، كولون الاسندنج والترانسفيرس والديسندنج، والسيجمويد هي دي سيجمويد، سيجمودوسكوبي بس في الحته دي. عرفنا ان هو ممكن يعمل بلاد تيست، تول تيست، ممكن يعمل اندوسكوبي في حاله عشان يشوف هل في ديس اوردر تاني، كانسر او في كولايتس او حاجه هي اللي عامله موضوع الدايري، تمام؟ السؤال اللي بعده ان سفرنج فروم اريتبل باول سندروم which make me suffer from abdominal cramps and diarrhea with these symptoms present and how can I avoid such signs. معلش حاله اريتبل باول سندروم هنناقشها بالتفصيل في النظري مع الدكتوره ايناس، لو تقدر تعدلنا عليها بسرعه كده. الريتم الضغط سندروم يعني الكود بتاعه مش معروف قوي، مش حاجه لازم نمسكها بايدنا عشان نعرف نعملها بريفنشن ومتاكدين منها. فنقدر نعمله كله ان يعني عن طريق الدايت نقدر نعالج السيرفس تلاقي كراكس وداريه عشان داريه وديهايدريشن نشرب ميه، هاي فايبر دايت عشان المتكه بتاعت الانتستن، افويد فود وبفرجز اللي بتتعبك، يعني انت لما بتاخد حاجه وبتتعبك فود او اكل تبقى عارف ايه اللي بيتعبك ما تاكلوش، تكتب عندك. والسبايسز ما تاخدش سبايسز، افويد اللارج ميل، ولو بتاخد الكول بلاش. يعني ايه يعني بالظبط سندروم ده معناه ايه بالعربي؟ القولون العصبي. القولون العصبي، هل ليه اثر تاني من تاني مراد بيسموه ايه غير ايه بالظبط سندروم؟ ممكن في بعض البيرسونز بيبقى فيه الترنيتيف فيتس مره كونسبيشن مع دايري، تمام؟ زي ما قلت لنا التريتمنت بقى هل بيكون بيعالج الديسوردر نفسه ولا سيمبتوماتيك؟ لا سيمبتوماتيك، تمام سيمبتوماتيك تريتمنت. السؤال اللي بعده بريجننت وومن سابق فروم دايري اولدو ذا موست كومن از كونسبيشن واي اند كود ات بي هارمفول تو ذا بيبي؟ فهمنا السؤال عايزين نعرف بريجننت وومن ليه بيكون عندها دايري؟ فاكرين المرة اللي فاتت قلنا ان هي الاغلب ان يجيلها كونستيبيشن، فاكرين الكوزس؟ الهرمون البريجننت وومن بيزيد عندها البروجستيرون ليفل اللي هو مصدر الياس، فبيجيلها كونستيبيشن. ايه تاني؟ بالظبط ميكانيكال افكت نتيجة ان اليوترس البيبي بيكبر فاليوترس بيزيد البريشر على الباول بيقلل موتيليتي. ايه تاني؟ الميديكيشن ممكن تكون بتاخد كالسيوم او ايرون ودول بيعملوا كونستيبيشن. وكمان البريجننت بيبقى عندها سيدنتري لايف ستايل بتاكل اكسرسايز فبيعملها كونستيبيشن، تمام؟ نرجع بقى لموضوع الدايريه. احنا عارفين ان الطبيعي في البريجننسي يبقى عندها كونستيبيشن، طب لو حصل دايريه يبقى على طول في انفكشن. فخطر بقى على البيبي، معظم الفيرال والبكتيريال انفكشن مش خطر على البيبي عشان بيفضلوا موجودين في الديجستيف سيستم. لكن يعني في لكن بقى الخوف لو حصل ديهايدريشن هي هتاثر في البيبي على طول. ف تعوض بايه بقى؟ تاخد سوائل، تعوض الالكترولايتس، تاخد اورال ريهايدريشن سوليوشن. طبعا عشان الضنا غالي لازم على طول الدكتور من اولها يعني. بس هل كل السبب انفكشن بس؟ هل البريجننت وومن يجي لها دايريه دي انفكشن بس ولا ممكن تكون في حاجات ثانيه؟ حاجات ثانيه زي ايه مثلا؟ زي ما قلت لنا قبل كده ديسيدس ممكن يكون عندها اذر ديس اوردر يعني بالفارس سندروم او وات ايفر عامل لها دايري، تمام؟ ممكن تكون ميديكيشن دي هنعيشها بعد كده.
الكلام ده جاي ممكن يكون فود الرجي على لاكتوز انتوليرنس بس ما تكون انفكشن زي ما قلنا لو عندها انفكشن يبقى هو ده شعر ممكن على الهيدي لا في معظم الكيسز لا عشان بيفضل يعني كابت في الدايجستيف سيستم الا اذا حصل انفكشن هيبقى انفكشن دي اللي طلعت في الدي اي تي وبالتالي انا النظام مش هتاثر على البيبي في حاجه ايه اللي ممكن ياثر على البيبي موضوع الدايجستيف دي هايدريشن هو ده اللي ممكن يعمل ابورشن ممكن يعني يموت لان هو مش قادر يقطع الفلويد او الالكترولايتس الالكترولايتس انا كده خلصت جزئي بعدين الدكتوره عماد